السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية. والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول المقارنة ما بين العمل في الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والعمل الحر، نظرا لأن كتير جدا بيكون لديهم اهتمام بمعرفة المزايا والعيوب الخاصة بكل نوع من أنواع العمل في تلك المؤسسات المختلفة. ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضرتك ويوضح كذلك لحضرتك هذا الامر. في البداية هتلاحظ بان كتير جدا في الوقت الحالي كتير جدا من الشباب بيتخرجوا ولديهم امل في التعيين في اكثر من مؤسسة وشركة. هذا الامر فرض العديد من التحديات في العمل في الشركات الكبرى او الصغرى او العمل الحر، وكتير جدا بيتردد في العمل في تلك الشركات. ولذلك حبيت انك تعرف انه لكل نوع لديه المزايا والعيوب التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار قبل التقديم لها. في البداية إذا تحدثنا حول الشركات الكبرى هتجد هنا بأن من جانب المزايا الخاص بها هي وجود الاستابيليتي أو وجود الاستقرار. الحين ده واحد من أهم الأمور التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار، نظرا لأن الشركات الكبيرة بيكون حجم أعمالها كبير جدا، ولذلك لا تتعرض للإفلاس أو المشاكل المالية الضخمة التي قد تؤدي إلى تسريح العاملين فيها بشكل زي الشركات الصغيرة أو الفريلانسر أو العاملين الحر. ولذلك بعملك في هذه الشركات والمؤسسات الكبيرة بتكتسب قدر من الاستقرار اللي بيكون لديه عمل على دفعك في حالة انك هتتزوج او هتكون حياتك. ده واحد من ضمن العوامل التي يتم اخذها في الاعتبار. من النقاط ايضا المهمة التي يجب اخذها في ايجابيات العمل في تلك الشركات هو انك بتكتسب خبرة كبيرة في العمل في تلك الشركات، نظرا لزي ما احنا قلنا حجم اعمالها كبير، فبتحصل على العديد من الخبرات. كذلك تجد ان زملائك عددهم كبير، فبتستفيد من كل شخص من هؤلاء الاشخاص بشكل كبير جدا، نظرا لانه بيكون لديك قدرة على الحصول على نتائج منه. كذلك من النقاط المهمة التي يتم اخذها في الاعتبار إن العمل في تلك الشركات بيكسبك قدر من الريبيتيشن او السمعة الجيدة، سواء في الحي اللي انت بتسكن فيه او لما تيجي تتقدم لاي سيدة او اي مكان، او حتى كذلك في الكارير باس والسجل التطور الوظيفي بتاعك والسيرة الذاتية بتاعتك، نظرا لانك اتخرجت او بتشتغل في هذه الشركة يقولك ده شغال في شركة اكس او واي، شركة كبيرة في السوق. هذا الامر بيعطي ريبيتيشن او سمعة عالية جدا في السيرة الذاتية بتاعتك، وبيدفعك نحو مزيد من التقدم في حالة انك انتقلت من هذه الشركة. هحصل عليك وهتجد ان لديك العديد من فرص العمل نظرا لانك اشتغلت في هذه الشركة او المؤسسة، مما ادت الى وجود نوع من انواع التطور في سيرتك المهنية. ايضا من النقاط المهمة لهذه الشركات انك بتحصل على تأمين اجتماعي وتأمين طبي، وكذلك تأمين على الحياة كإضافة. كذلك انك بتحصل على سيستم، وجود سيستم للأجور، سيستم للمزايا الخاصة بالتعويضات. انت عارف ان المرتب بتاعك بينزل يوم 1 أو 30 أو 25، في سيستم، مفيش مثلا شهر هيكون المرتب بتاعك نزل نصه او ان الشخص بيجي يقبضك وانت قاعد، لا، انت هناك سيستم، هناك منظومة، هناك كافيتيريا، هناك بريك، هناك وقت لشخص عاملين النظافة، في ناس شغالة في الكافيتيريا، في ناس بتساعدك في الشاي والقهوة. كل هذه الأمور بيكفلها ليك الشركات الكبيرة، نظرا لأنك بتعمل في مؤسسة، نظام للحضور والغياب. كل هذه الأمور بتكفلها ليك المؤسسات الكبيرة، ولن تجدها بشكل كبير في المؤسسات الصغيرة. لكن إذا تحدثنا حول الإيجابيات، من النقاط التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار السلبية، وهي إنه حجم التطور في الوظيفي والمسار الوظيفي بتاعك بيكون في الغالب منخفض، نظرا لأن الهيراركي أو الهرم الوظيفي بيكون كبير جدا، نظرا لوجود العديد من الأشخاص فوق هذا الهيراركي أو هذا السجل الخاص بالتطور الوظيفي بتاعك. كذلك هتجد هنا انه من ضمن السلبيات في هذا العمل انه بيكون لديك نفس الشغل بنفس الروتين، لا يوجد انوفيشن، لا يوجد تطور، لا يوجد اختراع جديد، لا يوجد اي شيء، انت بتشتغل نفس الشغلانة كل يوم، نظرا لانك بتشعر بانك ترسي في ماكينة كبيرة كل يوم. كل الشغلانة، كل هذه الامور بيتم تقديمها بشكل يومي، ولا يوجد اي فرصة في التقدم نظرا لانك بتعمل نفس الشغل كل يوم.
إذن إذا تحدثنا حول المزايا والعيوب مرة أخرى للشركات الكبيرة، تجد الاستابيليتي، وجود الاستقرار، وكذلك وجود الريبيتيشن أو السمعة العالية سواء في السيرة الذاتية بتاعتك أو في حياتك المهنية لاحقا. كذلك تجد وجود سيستم، وجود منظومة في كل شيء، وجود راتب بتحصل عليه بشكل محترم ومحترف، وجود نوع من أنواع القدرة على التعلم، وكذلك وجود نوع من أنواع الاستقرار. لكن إذا تحدثنا حول العيوب مرة أخرى، وجود ملل وشعور انك ترسي في ماكينه كبيره، وجود الهيراركي الوظيفيه العاليه والمتضخمه لوجود العديد من الادارات فوقيك، كذلك وجود نوع من انواع عدم التعلم بشكل كبير جدا مع مضي وقتك نظرا للركود في الاعمال اللي بتعملها، وعدم القدره على الخروج من الاداره بتاعتك الى ادارات اخرى. لكن اذا تحدثنا ايضا حول الشركات الصغيره، تجد هنا ان الشركات الصغيره بتتمتع ايضا بمجموعه من المزايا والعيوب. واحده من ضمن المزايا اللي بتشتملها هذه الشركات ان حجم التطور الوظيفي بتاعها كبير جدا ومهول، نظرا لانك لديك هيكل وظيفي اقل بكثير من الشركات الكبيره. انت في الغالب انت ومديرك ومدير مديرك او مدير الشركه بشكل عام، هتجد بان الهيراركي بتاعتك صغيره جدا. ففي حاله ان الشركة تطورت وكبرت، هتجد بان لدينا هيراركي اقل هيتم انشائها، فانت هتبقى مدير في غضون اوقات صغيرة. ولذلك هتجد هنا بان هذه الشركات بتكفل ليك العديد من المزايا الخاصة بالتطور الوظيفي. كذلك من المزايا لهذه الشركات ان بيكون لديك نوع من انواع القدرة على التعلم الكبير جدا، نظرا لان هذه الشركة بيكون حجم اعمالها كبير في وقت صغير وحجم العاملين فيها صغير، وانت بتجد ان لديك نوع من انواع المزيد من التفاصيل والمزيد من وجود المهام الوظيفية والمسؤوليات عليك. هتجد هنا بان هذا الامر بيؤدي الى وجود نوع من انواع القدرة على التعلم الكثير جدا في وقت صغير. لا يغيب ايضا عن الذهن ان بيكون لديك فرصة للترقي في حالة ان الشركة دي لو كبرت، هتجد بان بيكون لديك فرصة في النمو، وبتحصل على ارباح كبيرة في حالة ان يكون لديك هذا القدر من المهام الوظيفية والتطور في تلك المؤسسة. لكن اذا تحدثنا حول المزايا، من المهم ايضا انك تعرف العيوب الخاصة بالعمل في تلك الشركات الصغيرة. اول وابرز عامل وهو عامل الديسابيليتي او وجود نوع من انواع ان مفيش او مفيش نوع من انواع الاستقرار، مفيش نوع من انواع الاستابيليتي، او ان هذه المنشأة قد تخسر قد تكسب. هتجد هنا بان هذه الشركة قد تخسر في ظل ظروف زي ظروف كورونا او الحروب المفاجئة، كل ده قد يؤدي الى مشاكل مفاجئة. ثانيا من النقاط السلبية في العمل في تلك المؤسسات ان عدم وجود سيستم واضح ليها، نظرا لان في الغالب هيكون شركة صغيرة، هيكون اوضتين وصالة او مؤسسة صغنونة. كل هذه الامور هتجد ان السيستم في الغالب لا يوجد، او في طور الانشاء هتجد ان العلاقات في الغالب شخصية، او انك عارف او ان هناك ان الشخص ده عارف انك هتيجي في وقت معين، الاجور بيتم توزيعها في وقت. اذا هتجد هنا بانه لا يوجد سيستم واضح، وده قد يؤدي الى وجود العديد من المشاكل للعديد من الاشخاص غير المعتادين على تلك المؤسسات. كذلك من النقاط السلبية ايضا في تلك المؤسسات ان وجود نوع من انواع الجوسبينج، او ان وجود نوع من انواع الوشاية، او ان انتوا قاعدين في ظل عدد صغير من الموظفين، كل شخص عمال يتكلم عن التاني نظرا لان حجم الاعمال صغير وكذلك عدد الموظفين صغير، فتبقى قلبة على قهوة صغيرة، تجد بانك بتتكلموا في امور خارج الشغل كتير، وده قد يؤدي الى تضييع العديد من الاوقات وعدم الاستفادة المثلى من هذا العمل. مرة تانية اذا تحدثنا حول المزايا والعيوب الخاصة بالعمل في تلك الشركات الصغيرة، اولا انك بتحصل على حجم اعمال كبير جدا، نظرا لانك بيكون لديك اكثر من مسؤولية واكثر من ادارة تحت نقاط عملك. كذلك من النقاط ايضا الاخرى في ضمن المزايا انك بيكون لديك فرصة للترقي السريع في حالة نمو الشركة وتقدمها. كذلك هتجد هنا بانك لديك قدر من الحصول على رواتب عليا في حالة ان الشركة حققت ارباح، وان بيكون لديك قدر من الانطلاق والحصول على العديد من الخبرات في وقت قصير. كذلك هتجد ان لديك القدرة على انك تعطي انوفيشن، او تعطي نوع من انواع المرونة والتجديد في عملك، فده بيكسر المرونة نظرا انك بتحصل على اكتر من خبرة في اكتر من مجال في وقت واحد. لكن اذا تحدثنا حول العيوب، هتجد بان من ضمن العيوب هي وجود نوع من انواع حجم اعمال كبير،
على اشخاص محددين، فده بيؤدي الى وجود ورك لود او وجود العديد من العماله العمل الزائد عليك. كذلك هتجد ان هناك العديد من الوشايه نظرا لان عدد الاشخاص صغير في بيئه عمل صغيره، كذلك عدم وجود سيستم قد يمثل العديد من المشاكل عليك. اذا انتقلنا حول العمل الحر الفريلانسر، ايضا بيشمل العديد من المزايا والعيوب. واحده من ضمن اهم المزايا للفريلانسر او العمل الحر ان هذا الشخص او تلك الشخصيه بيكون لديه المرونه الكبيره الفليكسبيليتي. هذا الشخص يستطيع العمل في اي وقت في اي مكان في اي زمان، بيكون لديه هو صاحب نفسه سواء عمل حر على الانترنت او فاتح عمل حر خاص بيه، انا لدي الحريه الكامله لعملي بشكل كامل. كذلك من المزايا الخاصه بهذا العمل ان بيكون لدي القدره على اداره مالي بشكل كبير جدا، نظرا لان بحصل على المال بتاعي كله ولا يوجد احد يستقطع منه، نظرا لاني صاحب العمل ومن اقوم بادائه بشكل جيد. كذلك من النقاط المميزه في الفريلانسر انه بيكون لديه قدره على الاداء لمن يكون خارج العاصمه، او ان هو لا يوجد فرص في القاهره او الجيزه او العواصم. هتجد ان فرص العمل النظاميه في الغالب هتجد انها قليله ولديها العديد من التنافس، ولذلك هتجد هنا بانه في حاله انك انطلقت نحو العديد من المحافظات البعيده التي يوجد في الشركات او مؤسسات، هتجد بان العمل الحر قد يمثل ليك مخرج ومنفذ مهم جدا ليك. لكن اذا انتقلنا حول جانب العيوب، من المهم ايضا انك تدرك بان العمل الحر بيكون لديه عدم استقرار كبير، نظرا انك قد تعمل يوم وقد لا تعمل عشرات الايام. كذلك من النقاط السلبية فيه ان بيكون لديك حجم اعمال، قد يكون لديك عمل في شهور واخرى لا. كذلك هتجد هنا انه لا يوجد انشورنس، لا يوجد تأمين عليك اجتماعي، ولذلك من المهم جدا انك تعرف بانك في حالة انك كنت شغال عمل حر، من المهم جدا ان يكون لديك تنويع في استثماراتك وان يكون لديك قدرة على ادارة اموالك بشكل جيد. كذلك لا يغيب عن الذهن ان العمل الحر بيحتاج متابعة دقيقة جدا، نظرا انك صاحب العمل الوحيد ويجب انك تتمتع باكثر من مهارة زي كيفية ادارة الاموال وادارة الوقت وادارة الموارد البشرية، نظرا انك تتعامل ويكون تحتك ناس شغالة معاك، ولذلك يجب ان يكون لديك قدرة على الالمام بتلك القدرات المختلفة. لا يغيب ايضا عن الذهن وجود نوع من انواع النظرة السلبية المجتمعية لمن يشتغل عمل حر، نظرا لان كتير جدا بيخشى عدم وجود استقرار في حياتك، وده بيمثل عامل سلبي يجب ان يتم اخذه في الاعتبار. اذا انتقلنا مرة أخرى حول المزايا والعيوب الخاصة بالعمل الحر، تجد أنك لديك حرية كبيرة، لديك حجم أموال كبير نظرا أنك بتحصل على كل المال ولا يوجد أحد يشاركك فيه. هتجد أيضا بأن لديك فليكسابيليتي أو حرية لمن يوجد خارج العواصم، نظرا لأنه لا يوجد فرص عمل كثيرة خارج المحافظات الكبرى. لكن إذا انتقلنا حول العيوب، هتجد أنه لا يوجد استقرار، قد تجد تشتغل يوم وشهر لأ. هتجد بأن هذا العمل بيحتاج نتورك أو يحتاج علاقات علشان تقدر انك تبني فيه فريلانسنج او انك تعمل عمل حر بشكل جيد، يجب ان يكون لديك علاقات جيدة تستطيع معها الاستفادة بالعديد من الخبرات. كذلك هتجد ان الفريلانسر او العمل الحر عن طريق الانترنت بيكون لبعض الوظائف زي الاي تي او ديزاين او العديد من الوظائف المحدودة، وليس كل الوظائف تصلح للعمل الحر. كذلك هتجد ان لديك وصمة اجتماعية وكتير جدا بيخافوا من العمل الحر وبيتم النظر ليه نظرة متشككة، وده يجب ان يتم اخذه في الاعتبار عند العمل في تلك المؤسسات. في النهاية هتلاحظ بان العمل سواء في المؤسسات الكبرى او الصغيرة او العمل الحر بيكتنفوا العديد من المزايا والعيوب التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار قبل العمل فيها. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.